التلفزيون العربي. الآن من واشنطن الصحفي المختص بشأن الأمريكي عبد الرحمن يوسف، مرحبا بك معنا عبد الرحمن. في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من الديمقراطيين بانسحاب بايدن، الرجل يقول بأنه يتطلع للعودة مجددا إلى حملته الانتخابية، هل سينسحب بايدن أم سيواصل مساره الانتخابي برأيك؟ أنا ظني الشخصي أن الآن بايدن هو في مرحلة الإنكار، هذه المرحلة التي تسبق مباشرة الاعتراف بالحقيقة. يعني كل الأمور تعمل ضد بايدن، ولا يوجد أي نوع من أنواع نقاط القوة لدى بايدن سوى إصراره. يعني بطبيعة الحال لا يمكن أن نجزم أن بايدن يعني داخله يريد أن يقاوم إلى النهاية أو يريد أن يستسلم الآن، لكن حينما نرى الظروف ونرى المعطيات المحيطة به، سواء من فريق المحيط به أو سواء من وسائل الإعلام الأمريكية، هو لا يستطيع أن يواصل هذه الحملة الانتخابية دون أن يكون هناك دعم كبير من وسائل الإعلام الديمقراطية أو ذات الميول الديمقراطية، وهي تتناول مسألة انسحابه رويدا، ويتم تسريب أنباء كثيرة. يعني فكرة تسريب الأنباء هو نوع من أنواع عدم التضامن مع الحالة التي يمر بها بايدن، من حيث ما بين قوسين الرغبة أو الإصرار في الاستمرار. لذلك نرى أنه في مرحلة الإنكار بأن كل الأمور تعمل ضده. لذلك رأينا تسريب أخبار تتحدث عن فكرة غضبه أو يعني زعله أو يعني عدم رضاه مما وصله من عدم دعم أوباما أو من الفريق أو جزء كبير من الفريق الموجود في الكونغرس من النواب، الذين هم بطبيعة الحال خلال حملتهم الانتخابية لانتخابات مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ يقومون بالدعاية الديمقراطية الشاملة، أي الدعاية له ولنائبته. طيب، خصوصا أن العديد من الممولين للحملة يرفضون تمويل حملة بايدن ويرفضون تمويل النواب أو حملات النواب الذين يؤيدون استمرار بايدن في السباق الانتخابي، ولكن البعض الآخر يقول بأن ما يحدث هو فقط عملية انتظار للحظة المناسبة للظروف المناسبة للإعلان عن انسحاب بايدن. ولكن في حال انسحب بايدن ماذا بعد؟ ما هو السيناريو المتوقع بعد ذلك؟ نعم، يعني حال انتهت مسألة الإنكار أو حالة الإنكار لدى بايدن وقرار الانسحاب، نحن أمام سيناريوهين رئيسيين. السيناريو الأول أن تكون مباشرة كامالا هاريس هي المرشح الجاهز ذو الخبرة، ذات الخبرة والمعرفة بأجندة بايدن، وكل يعني كل الأضواء مسلطة عليها، لديها فكرة الانتشار ولديها فكرة الوجود ولديها فكرة حتى الأجندة التي يمكن أن تدافع عنها. السيناريو الآخر هو الذي يمكن أن يعني يتخذ عن طريق أن يكون هناك منافسة مباشرة عن طريق اختيار المندوبين، لأنه في نهاية الأمر المندوبين في المؤتمر الوطني هم من يختارون، هم يختارون بناء على نتائج الانتخابات التي الداخلية التي انتهت، والتي بطبيعة الحال انتهت بفوز بايدن داخليا. لكن في نهاية الأمر إذا اختفى بايدن في هذه اللحظة قبل المؤتمر الوطني في 19 أغسطس القادم، ربما يكون هناك تصويت أو يعني فتح الباب لطرح بعض الأسماء بجانب كامالا هاريس لمن يرغب في أن يشترك، ثم يكون هناك بضعة أسماء يتم الاختيار من بينها. هل توجد أي أسماء ديمقراطية يمكن لها أو تستطيع أن تهزم ترامب في الانتخابات المقبلة من هذه الأسماء التي يمكن أن تترشح؟ يعني أنا رأيي شخصي أن هو أبرز اسم حتى الآن هو نيوسم حاكم ولاية كاليفورنيا، وهو الأكثر تداولا في الإعلام، لكن هو ليس متواجدا وليس موجودا على الساحة بنفس قوة كامالا هاريس. أظن الشخص رغم أن الجميع يقول أن كامالا هاريس ليس لديها الكاريزما، أنا أظن أن شخص مثل ميشيل أوباما إذا قبلت الترشح أو شخص مثل كامالا هاريس يمكن أن يشكل منافسة حقيقية لترامب بغض النظر عن النتيجة لجملة من الأسباب. السبب الأول أن فكرة وجود امرأة في مواجهة ما بيعتبرونه أنه التهديد أو الخطر القادم، فضلا عن أنهما يمكن أن واحدة منهما يمكن أن تشد كثير من قضايا النساء، خاصة أن الجمهوريون بالفعل في نسختهم اليمنية الحالية لديهم ملفات كثيرة يعملون فيها ضد المرأة، ليس بالمعنى الكلاسيكي للجمهوريين، ولكن يأخذون المسألة أكثر يمينية.
فهذا سيعطيهم نوع من انواع الزخم. الامر الاخر يحتاجون الى فكره وجود الخبره التي تكشف نقاط الضعف الكثيره الموجوده لدى الجمهوريين، فربما يكون اسماء مثل كامالا هاريس او ميشيل اوباما منافسين رغم انهما سيدتان، ولكن في الظروف الحاليه ظن شخص ان وجود سيده مختلف تماما عن فكره وجود سيده وقت هيلاري كلينتون. أشكرك الصحفي عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. التلفزيون العربي.